قدك انت جازك واش مجاي انت جازك ما وامشي لنا شيخ شكون يخدم هنا ما ناي نخدم هنا في الحومه دي ما كي تخدمي في الناس الاخر اللي ما جات يا ولد مشيت غادي كي تسمع تكاكز والله يلزم التحريك وش هي هذه وش هي ها ابو الطيه بري نفوق على الاخر واش مجايبك ياكو واش مجايبك لهنا انا كل ما عاد يخدم على روحه في الحوم بدلت الحوم بدلت الحومه ثلاثه باش نخدموا مع بعضنا ها والتحريم ها والتحريم ها والتحريم كيفاه وكان العنايه تنطبق يا تكازا اجي ما تعيط لك اجي سيفي يا بطل 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 يا بطل